السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيكا انفجار التكنو. موضوع الحلقة بتاعت النهاردة عن هي هتبقى حلقة غريبة شوية، وحلقة يعني بعيدا عن اللي انا بشرحه من الزوار وعن المواقع او تنمية للمواقع بشكل عام وعن قنوات اليوتيوب. دي هتبقى حلقة عن انك ازاي تجيب 50 جنيه رصيد يوميا تقريبا على فودافون او اتصالات او اورانج، او ممكن تسحبهم براحتك على باي بال او اي حاجة، ممكن تشتري بيهم اي حاجة من الانترنت تقريبا بالتطبيق الجديد. النهاردة انا قلت لازم تكون انت اول ناس تحملوا التطبيق ده. التطبيق اسمه ستار واليت، زي ما انتم شايفين هو ده التطبيق اسمه ستار واليت، هي دي الواجهة بتاعت التطبيق زي ما انتم شايفين. اول ما تحمل التطبيق لازم تضغط على ريجستر عشان تاخد 40 نقطة هدية. هو الفكرة التطبيق كلها ببساطة انك بتجمع 150 نقطة من الشير لصفحات الفيسبوك او تعمل لايك لصفحات الفيسبوك. ممكن تشيل اللايك بعد ما تخلص او تحذف بوست الشير، تمام؟ فانت بتعمل ريجستر. اول حاجة انا هعملها لكم على شكل سكرينات. فانت اول حاجة تعمل ريجستر، هتفتح لك الصفحة دي، هتكتب اسمك هنا، ولازم دي تكون اكتر من 3 حروف او 3 حروف، وهنا اللاست نيم تكتب اي اسم انت عايزه، مش يعني مش هيفيدك في حاجة بانك تخش بيه او حاجة. وتاني حاجة هتعمل هنا الايميل ادرس، لازم تكتب ايميل ادرس صحيح، وهنا الباسورد، وهنا الانفيتيشن كود. الانفيتيشن كود ده يا جماعة لازم عشان تاخد 40 نقطة اول ما تخش في التطبيق، عشان تاخد 40 نقطة لازم تكتب انفيتيشن كود. هو هنا اختياري بس انت لازم تكتبه. هسيب لك انفيتيشن كود تحت الفيديو، بعد كده تعمل ريجستر، تمام؟ هيفتح لك الصفحة دي. هنا انا خدت 40 نقطة عشان كنت عامل انفيتيشن كود قبل كده فخدت 40 نقطة، وهنا عندك 6 نقط انا خدتهم من عملت شير لبوست على الفيسبوك. وتقريبا يعني البوستات على الفيسبوك بتديك 6 نقط، وعمل لايك لصفحات الفيسبوك بتاخد 10 نقط او 12 نقطة. هنا الاكتيف ستارتس لان دي لسه بيندنج، فبعد شوية بتعمل بتبقى في هنا في الاكتيف، تمام؟ هنا الريوردز بتاخدها من الدروز دي، واعتقد ان انت مش هتحتاجها في حاجة انها يعني مش دايما بتبقى موجودة. بعد كده انت تخش هنا بقى على كوليكت عشان تجيب نقط. طريقة انك ازاي تجيب نقط، هو عن زي ما قلت قبل كده انك بتخش على الفيسبوك هنا، وبعد كده بتجيب صفحات الفيسبوك اللي يعني بتخش على اكونت الفيسبوك الاول، بعد كده بتجيب صفحات الفيسبوك وبتعمل لايك لصفحات الفيسبوك، وبعد كده بتعمل شير لاي بوست هو هيقول لك عليه، يعني تعمل شير للبوستات، وبتاخد من 6 ل 12 نقطة. هنا الانفايت فريندز، بتعمل انفايت للفريندز عن طريق كود كده وهيديهولك، اللي هو الانفيتيشن اللي قلت لكم عليه في الاول. بتعمل انفايت للفريندز عن طريق الكود ده، وده هيفيدك وهيفيدهم، هيفيدك في انك تاخد 10 نقط عن كل واحد هيسجل، وهيفيدهم بان هم هياخدوا 40 نقطة في اول التسجيل. الشيك ان دي اعتقد ما بتجيبش حاجة، والريورد كود دي لو حد اداك ريورد كود ممكن تحطه في هنا عشان بيجيب لك نقط برضو. هنا السيرفري ده برضو بيديك نقط، ونقط اكتر بكتير، ولكن في مصر وبعض الدول العربية مش موجود السيرفري. فلو متاح بعد كده هيفيدك طبعا بشكل كبير، ولو متاح في البلد اللي انت فيها يبقى انت محظوظ. نيجي هنا بقى ازاي تصرف النقط. هنا زي ما انتم شايفين هنا ممكن تطلع فوق او تنزل تحت، لكن دي عشان سكرين. هنا انت ممكن تشتري الحاجات اللي هو قدامك هنا كده، تمام؟ وهنا عندك هنا بيقول لك 50 جنيه رصيد لاورنج في مصر، وهنا 50 جنيه رصيد للاتصالات، وهنا 50 جنيه لفودافون ب 150 النقطة. زي ما قلت لكم ازاي تجيبوا النقط. الموضوع بسيط جدا يا جماعه، هو يعني البساطه دي كلها ان هو انك بس بتجمع 150 نقطه. انت تقريبا يوميا ممكن تجيب 50 نقطه بس من انك تعمل لايك لصفحات الفيسبوك وشير، يعني فقط من ده انت ممكن تجيب 150 نقطه. فاعتقد ان الموضوع بسيط. يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في قناه مستر بومتك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.